هذا قايد مصر، قايد مصر، قايد الثورة، الثورة، الثورة 23 يونيو في التاريخ ده. طبعاً ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية، السفارة القنصلية المصرية بنيويورك اللي هي مصر الصغيرة جوه نيويورك. احنا طبعا دايما معاك يا رب. ايه فكرة كمان من مين هنا بنيويورك؟ نيوجيرسي. الو مساء الخير، اسمحوا لي اعزائي المشاهدين ارحب بكم من جمهورية مصر العربية في نيويورك، السفارة المصرية في نيويورك، واحتفال الاخوان المصريين في نيويورك والولايات المجاورة بالعيد القومي 23 يوليو. تعالوا مع بعض نشوف احساس المصريين هنا ايه، بالذات ان هم بره في الغربة، واحساس غريب قوي انك تكون جوه السفارة المصرية بتحس ان انت فعلا جوه مصر. تعالوا مع بعض نشوف ارائهم ايه واحساسهم ايه وعايزين يقولوا ايه النهاردة لمصر، شعب وجيش وارادة. ابقوا معنا. مساء الخير يا فندم، تعرف بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا. بيير جرجس، مواطن مصري. ثوره 23 يوليو، احساسك ايه وانت جوه السفاره القنصليه المصريه بنيويورك اللي هي مصر الصغيره جوه نيويورك؟ زي ما انت قلت، مصر الصغيره جوه نيويورك، يعني انا في مصر، انا حاسس ان انا جوه البلد بتاعتنا. بنتقابل ناس حلوه وكويسه. شكر طبعا وتقدير لسعاده السفير في الدعوه الجميله بتاعته النهارده. وشكرا لكم. شكرا لتلبيه الدعوه دي نمره واحد. الحاجه الثانيه، كلمه من مصري مقيم في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه لمصر، اذا كانت بتتكلم في الشعب وجيش او اداره. طبعا لمصر كلها، كل سنه وانتم طيبين، وباحتفالات الثوره 23 كل سنه طيبين تاني، عشان العيد كان لسه من فتره مش بعيده. الشعب بيكو مصر تقدر تتقدم، كل واحد فينا عنده المسؤولية بتاعته ان يقدر يقدر يشتغل بيها هو، مش لازم يستنى حد، هو يبدأ. ومتأكد ان انا هيلاقي السبورت من سواء كان من إدارة أو سواء كانت من حكومة. الجيش طبعا دايما نحب نقول لهم شكرا، برضو كل سنة وهم طيبين. الجيش هو الدرع الحامي لبلدنا، وهم اللي بيقدروا يخلونا ننام وإحنا مطمنين، وبيحافظوا على حدودنا، فشكرا للجيش. الإدارة احب اقول لهم شكرا على مجهوداتكم، يعني نحب ان احنا نشوف اكتر، وده عشم اكتر ما هو بالضبط، اكتر ما هو طلب، هو عشم. طبعا احنا موجودين هنا كمقتربين، يعني سواء احنا موجودين هنا في امريكا، بس احنا موجودين برضو في مصر. لأي حاجة احنا نقدر نساعد بيها، احنا طبعا يعني مستعدين اي وقت. كل سنة طيبين تاني، وشكرا. كل سنة طيب لحضرتك والمصري يا فندم. ربنا يخليك. شكرا يا فندم، مع السلامة. شكرا. قايد مصر، قايد الثورة، ثورة 23 يوليو في التاريخ ده. ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية، السفارة القنصلية المصرية بنيويورك اللي هي مصر الصغيرة جوه نيويورك. احنا طبعا دايما معاك يا رب. ايه فكرة كمان من مين هنا بنيويورك؟ نيوجيرسي.